في حاجة لفتت انتباهي لما جيت ادور على المنتجات المصرية، عشان احنا طبعا مقاطعين. المنتجات المصرية محتاجة تطور من نفسها، يعني ليه اشتري الحاجة ولما الاقيها حلوة اتفاجأ وليه ده والله طلعت حلوة وبتاع؟ المفروض ان الطبيعي اصلا ان هي تبقى حلوة، صح؟ طب ليه بنقعد نقلد اسامي المنتجات الاجنبية، زي مثلا ستاربكس؟ لقيت حاجة اسمها ستاربكس باين، اللي هو خلاص عقلنا وقف. النسكافيه مثلا نسميه مثلا مصر، مصر نسكافيه او مصر كافيه. طب انت احنا عملنا ايه؟ هنفضل لحد امتى نقعد نقلد؟ والعبوات كمان، شكل العبوات، شكل العبوات التانية اللي هي الأجنبية، بس هما كاتبين بقى ايه، مغيرين الاسم اللي هو التقليد. عارف انت ايه ده يا عم؟ ده مش القصد، ده التقليد. طب ليه يعني؟ ليه ما بنطورش من نفسنا من غير سبب؟ يعني ان ده ان يكون ده الطبيعي بتاعنا. لما حد يلاقي منتج مصري يقول له لا يا عم ده مصري، ده 100%. زي ما نشوف مثلا المنتج الياباني، هو واثقين 100% ان هو هيعيش معانا. يا رب نتعلم من اللي حصل، ومن المنتج اللي احنا نعمله يبقى قد الثقة.